صفنا زعلان مقروب وصفنان مشكلته لسه ما انحلت صار له كتير زمان. يا سيدي مرضي اتصلت قالت لي تعال التلج وصل على الباب وصبري والله طال. قلت لها بقي من هلأ وهي وراي عم تتخلق جهد ووقت انا اتحمل ومفك استعمل واحذر وش اللي صار حصل الانفجار. مشكلتك مريت كنت عهالحالة حلت ورحت اشتريت برادي برد بالهوى برادي برد بالهوى برادات الحافز لا في تلج بيجمع ولا في ريحة بتطلع والخضرة طول بتلمع ولا من مردك كلمة بتسمع ولا من التبريد بالهواء حل أكيد لتراكم الجليد برادات الحافز أربعون عاما نزداد شبابا.